لان مشاكلكم تهمنا، احلامكم وطموحاتكم وولادكم هم شغلنا الشاغل. لو عندكم اي ازمات مع الحكومه او مشاكل مع المحليات، فساد شايفينه بعينيكم ونفسكم تكشفوه بس مش عارفين دلوقتي، بس هتقدر تتكلم وتقول. في برنامجنا ما عندناش خطوط حمراء، هنتناقش في كل القضايا وهنتكلم في كل الخفايا. هكون معاكم كل يوم سبت الساعة 7 مساء، استنوني ناريمان السعيد في برنامجكم صوت الجماهير. عمر عايز حاجة اعملها لك؟ لا اقعدي، عايز اقولك حاجة. خير؟ في ايه؟ بصي يا ستي، ملك هتيجي تقعد معانا وانتي هتروحي المدرسة كل يوم الصبح وانا هفضل معاها، وانا بقيت نسبيا اعرف اتعامل معاها. احنا هنعمل كده عشان طنط، تمام؟ لانك ما ينفعش تسيبي ملك هنا لوحديها، واكيد اكيد مش هتسيبيني لوحدي. وانتي ممكن تيجي مرة في الاسبوع تطبخي لطنط ومعاكي ملك عشان تشوفها وتلعب معاها. هو ده الحل اللي انا وصلت له، ايه رأيك؟ انت فعلا اتغيرت؟ ليلى انا على طول بتغير عشانك، انت بس اللي مش واخده بالك. طب بجد كده انت بتعمل كده عشان ماما وملك ولا عشان حاجه تانية؟ بصي انا مش هكدب عليك، عشان كل حاجه. ليلى انا عندي استعداد اتعب، بس عايز احس انك جنبي. انا جنبك يا عمر. ايوه يا حبيبتي انا عارف، بس عايز احس انك جنبي قوي. انا جنبك قوي. شكرا انك كلمتيني. مستحيل ما بقاش موجود في يوم زي ده. انت الحاجه الوحيده الحلوه في حياتي. حقك عليا. مبروك يا حبيبتي. الله يبارك فيك. قمر مبروك يا عبد الله. الله يبارك فيك يا حسن. خلي بالك منه. في عينيا الاثنين. اسمع ازيك يا مرحبا. الله يبارك فيك. يلا مولانا بقى، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.